في هذه المباراة في حالة استمرار التعادل. مارسيلو، مارسيلو أرخيل دي ماريا إلى مارسيلو إلى أرخيل دي ماريا، يتقدم أرخيل دي ماريا ودي رأسية. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو يسجل لفريق ريال مدريد هدف 10 على 10. أرخيل دي ماريا وكريستيانو رونالدو يولع الملعب هنا في ملعب المستايا، هدف في الدقيقة 103. البرتغالي، البرتغالي الذي يلقب بأحسن لاعب في العالم في 2008 يهدي مدربه مورينيو في هذه اللحظات أغلى الأهداف، هدف التقدم. شوف مارسيلو، شوف أرخيل دي ماريا وماسكرانو لا يمتاز بالكرات العالية في هذه اللقطة. أدي أمامنا، أدي رأسية بتعدي الكرة، بتعدي الكرة من أدريانو، وأدي أمامنا الكرة أرخيل دي ماريا على رأس كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو يضعها في مرمى بينتو. هدف رائع رائع للنادي الملكي يتقدم به في هذه اللحظات من المباراة. كان هناك مؤشرات، كان هناك مؤشرات، الريال لم يسجل عندما كان الأفضل، وبرشلونة لم يسجل عندما كان الأفضل، وهنا كريستيانو رونالدو وسط سيطرة من جانب فريق نادي برشلونة يسجل في الدقيقة 103، يطلع أمامنا خضيرة في هذه اللقطة وينزل مكانه اللاعب جرانيرو في هذه اللقطة من المباراة.